الشعوي اللي هو اسمه المقرى. هو عبارة عن نبات يعيش في المناطق المفتلحة والمناطق الصخرية وعلى ضفاف الأودية والطرق، وهو نبات رعوي مفيد جدا للماعز والأغنام والأبقار والدواب، وينتهي طبعا بزهرة ذات لون أصفر هي مفيدة جدا للنحل يعني في هذا الفصل. هذه المقرى هو نبات رعوي طبعا بامتياز، مفيد جدا، قد يكون له فوائد طبية، ولكن معظم الفوائد هي ان كونه نبات رعوي. هذه نبات المقرى، وهذه اوراق اوراقه اوراق المقرى.